هديل مش هدير، يعني انا هو مين في الفاصل تعلمها مش هدير بعملها هديل، هديل الخطيب اتش كي في فقره الفاشن اللي فيها هديل الخطيب. انا حاجه هديل انت نورانا ميرسي يا حبيبتي الله يخليك. هديل انا كنت شفت البيج بتاعتك على الانستغرام وعجبني جدا الحاجات اللي انت عاملاها، عجبني جدا فكره اللي احنا هنتكلم فيها، الفكره بتاعت الفرو على مش عارفه ايه والايه على ايه، هنتكلم دلوقتي. بس خلينا نقول مشاهدات العزيزات ان احنا دلوقتي هننزل الارقام بتاعتنا على الشاشه عشان استاذه هاديل مدينا 3 فاوتشرز 750 جنيه هديه منها ليكم، كل واحده ست هتكسب الفاوتشر او قسيمه الشراء اللي ب 750 جنيه هتديها لها تاخد اللي هي عايزاه تنقي على مزاجها. نورونا. قولي لي بقى احنا بنعمل ايه؟ يعني الكولكشن بتاعك انا عارفه ان احنا نقينا كولكشن شتوي. شتوي. كلميني عنه. اكلمك عن الكولكشن ولا عن البراند؟ بصي هو البراند عامه احنا عامه البراند كلها يعني احنا ميد ان ايجيبت. انا على فكره صنع في مصر. انا مش لوحدي لان انا اصلا بارتنر مع جوزي. تمام. بس احنا حاطين هديل الخطيب ديزاينز عشان هي بتبقى يعني بناتي لان هي ديزاينز انا المسؤوله على البارتيشن بتاع ديزاينز. بس هو جوزي اسمه حسن كفيفي فهو اتش كي وانا اتش كي. لكن هو اصلا اسمه حسن عمرو وانا هديل نزار بس الفاميلي نيم اتش كي وكي. فكانت جت حظ الحمد لله ان احنا اتجوزنا عشان نعرف نعمل عشان الحرفين نعمل براند على بعض يبقوا نفس الحرفين. اوكي بالظبط. بس فهو طبعا مش انا لوحدي بس هو مسؤول عن البارت بتاع الحاجات بقى الحسابات بقى والحاجات اللي هي المجعلصه دي. انا مسؤوله عن الماركتنج والديزاين بس ماليش علاقه بيه. انت اللي بتسوقي وانت اللي بترسمي. التنفيذ فين؟ التنفيذ في مصنع. احنا نعتبر شركة في مصنع، احنا لينا خط انتاج ومصنع كبير. ايوه انت مسؤوله عن التنفيذ ولا هو؟ لا انا. انت التكنيكاليتيز والتنفيذ والحاجات دي كلها انا. هو مينلي اكتر حاجات اللي هو الاداره بقى، اداره البيزنس نفسه لان احنا كمان ويب سايت مش بس ويب. انا عارف. فالويب سايت اصلا هسل جدا لوحدها. عندنا ناس في الكاستمر سيرفيس كذا حد. فدي بقى الادارات بقى الحاجات اللي هي بقى الاوردرز. عندك خدمه عملاء كمان لل عندنا خدمه عملاء اللبس بتاعك. هم اللي شايلين الليله كلها. برافو. طيب فهم طبعا يعني هي مش ما تعتبرش هديل الخطيب يعني احنا بس بنتكلم هديل الخطيب ديزاينز لكن انا مش يعني انت بتشتغلي مع جوزك ومتجوزه جوزك. طيب ده بقى ما فيهوش دي حلوه دي عجباني قوي القصه دي بصراحه. برافو. ده ما فيهوش يعني انه احنا نبقى مشغلين فهو يقول لك لا انا عايز ده انا قلت لك مش عارفه تعملي ايه او انت تقولي له لا ده ديزاين بتاعي ومتمسكه بيه. لا بصي هقول لك حاجه، هو احنا اصلا اول حاجه يعني احنا كل حد فينا شغال في حاجه فاهم فيها ما بيتكلمش مع التاني في الحاجه التانيه. انتوا متفقين؟ يعني هو اصلا يعني انا ما اقدرش افتح بقي فعلا في شغله لان انا فعلا ما بقاش فاهم اي حاجه لا في اللي هي بقى الحاجات الاداره والبيزنس والارقام وحتى ايفن التسعير حتى ايفن البوليسي بتاعت الريتيرنز الحاجات دي كلها انا مش ببقى يعني انا كمان ايه يعني قلبي خفيف شويه ممكن اي حد يجي يقول لي يا دين انا عايز ارجع كذا مثلا من 3 شهور اللي هو اوكي حاضر رجعها ماشي رجعها عادي اللي هو يعني فاهمه. فبيبقى انا قلبي خفيف شويه في الحاجات دي لكن هو اللي بيبقى اكتر يعني ماشي الدنيا صارم وفاهم وبيعمل فهو ليه حاجاته هو ماشي فيها وانا ليا بقى شغلي انا احنا اتنين ما بنخش على بعض. بس طبعا لازم غصب عني لازم بقى اقعد اقول له طب هو ده حلو طب ده هيبقى حاجبك طب ايه طب ايه رايك في الالوان طب مش عارف ايه يقول لي بصي انا يعني يا حبيبتي يعني بعدي عني والنبي ساعدي يا حبيبتي. برافو. طيب ممكن نتكلم على الكولكشن الجديد؟ بصي انا مينلي اكتر حاجه بحب استخدمها في الكولكشن الفرو. انا بحب الفرو جدا جدا وبحس ان هو بيبين جمال الحاجات. انا الكولكشن السنه اللي فاتت برضو كنت معتمده فيه مينلي على الفرو وكملت السنه دي. بحاول دايما ان انا اشتغل بماتيريالز معينه. يمكن احنا الماتيريالز عندنا مختلفه شويه لان انا الخامات عندنا بتبقى مختلفه شويه لان احنا بنجيب حاجات تبقى لينا احنا مخصوص. بنحاول نبعد طبعا في حاجات غصب عننا بتبقى مع ناس كلها في كل المحلات حتى ايفن انترناشونال يعني في العالم كله. بس بنحاول على قد ما يقدر ان احنا نبقى مركزين ان احنا نعمل حاجه شكلها يعني مختلف او الماتيريال مختلفه. يعني ايفن مثلا لو خدتي بالك الصوف مثلا الناس كلها بتبقى شغاله في ماتيريال انا ببقى شغاله في خامه تانية خالص. هما الاثنين صوف بس ده اتقل شويه في سنه ليكرا فبيبقى اغلى شويه اعلى شويه في عمره اعلى في سعره بس هو مختلف.
ممكن الحاجات دي ممكن ما حدش ياخد باله منها، بس انا ببقى عارفه يعني لا الحاجه دي مختلفه تماما عن عن حاجات اي حد تاني، يعني احنا جايبينها مخصوص. الفرو بقى هو اللي بيبقى مختلف تماما عن اي حد. اشمعنى؟ لان احنا بنبقى جايبين حاجه فرو لينا احنا، يعني مش مثلا بنبقى طالبين اوردر لينا احنا، يعني الناس كلها بيبقى، انا شويه مجنونه شويه في الموضوع ده بقى، ده جناني انا. ودايما برضو هو بيتخانق معايا في الموضوع ده، ان انا دايما ببقى عايزه اشتغل سبيشالي الفرو، وعايزه اشتغل الماتيريال غاليه قوي. طبيعي في التصنيع عامه، حتى في اي حته يعني بيبقى لازم ليكي سقف معين، صح؟ عشان كمان تعرفي تسعري. فانا ما بيبقاش عندي مشكله ان انا لا اوكي انا هقلل البروفيت، ما عنديش مش مشكله، مش هكسب بس ابقى عامله حاجه بس جوده عامل عاليه، كام بيس كده انا عارفه ان هم حلوين فعلا، ومش هكسب فيهم او هكسب فيهم حاجه بسيطه، بس انا عارفه وواثقه ان دي حاجه يعني اللي هو كده الايجو يعني هي حلوه، فاهمه شكلها؟ طب يلا يا شباب نحط التليفونات بيز على الشاشه. احنا معانا 3 فاوتشرز ب 750 جنيه، كل واحده هتدخل دلوقتي استاذه هادي للخطيب هتاخد قسيمه الشرب 750 تديها لها تختار اللي هي عايزاه وتاخده. طب انا لاحظت بقى في الصور اللي انا شفتها بتاعه الصفحه بتاعتك انه في حاجات كتير انت عاملاها للمحجبات. هل ده فكرك يعني انت مقرره؟ بصي هو عليك حاجه، هتلاقي عندنا محجبات ومش محجبات. هو الاساس او الكونسبت اصلا بتاع البراند في الاول خالص كان ان انا اعمل وان بيس ممكن تلبسها واحده محجبه وواحده مش محجبه، الاثنين شكلهم يبقى حلو، لان في كاتيجوري سيجمنت يعني ناس معينه من البنات عامه بيبقوا مثلا عايزين تلبس حاجه، مش لازم البس حاجه بقى مقفوله جدا جدا او طويله جدا او كده، بس في نفس الوقت عايزه البس حاجه تكون شكلها حلو بس في نفس الوقت يعني شويه محترمه مثلا او كونزرفتيف شويه، مش عارفه اترجمها ازاي، متحفظه محتشمه. فهي ده البيس الواحده ممكن يلبسها الاثنين يبقوا شبه بعض، بس مش اعتمادي الكلي على المحجبات، لكن الماجوريتي بتاعت الناس اللي بتجيلي محجبات وانا فانت واخده فكر او قرار ان انا هعمل القطعه تنفع الست المحجبه وتنفع الست غير محجبه لكن هي محتشمه. بالظبط. كلميها الوان. الالوان انا دايما يعني برضو دايما بنحاول ان احنا نشتغل في الوان في كولر باليت معينه في كل كولكشن، بس دايما هتلاقي عندي الوان اللي هي الكشمير هي درجه معينه بالبربل كده غريبه شويه، يمكن اول مره السنه دي اخش في المستردة والكامل، لكن لا هتلاقي دايما اكتر حاجه الكشمير والبيربل اكتر حاجه بشتغل فيها. طب استني رانيا، مش عشان هم السلام عليكم طب خدنا تليفون رانيا عشان حرام، خدنا طيب نكلموها. اعتدال. هلو هاي يا رودو. ازيك يا روحي؟ ازيك يا قمر؟ عامله ايه يا حبيبي؟ منوره الدنيا كلها. ربنا يسعدك يا حبيبي. انا مش قادره اقول لك بحبك حب. انا كمان بحبك يعني والله ما يتوصفش. ربنا يخليك يا روحي. ربنا ما يحرمناش منك، واولا البرنامج بتاعك يا رودو تحفه. ربنا يخليك والله تحفه يا رب، من نجاح لنجاح يا قلبي. يا رب يخليك يا روحي. طب احنا شفنا الكولكشن بتاع هديل. طبعا. طيب حضرتك كسبتي قسيمة شيرة فاوتشر ب 750 جنيه، هتنقي على البيج اللي يعجبك هتديهولها تديكي على طول اللي حضرتك عايزاه. اوكي يا اتفقنا؟ مبروك. نعم؟ يا روح قلبي. اتفقنا؟ نعم؟ لا مش سامع يا رضوى. اتفقنا؟ اوكي ماشي يا حبيبي. مبروك يا حبيبي. هياخدوك دلوقتي يا قمر. هياخدوك دلوقتي في كنترول حبيبي عشان ياخدوا بياناتك. كده فاضل معانا اتنين، كانت رانيا اللي كلمت صح في الاول، يا ريت لو معانا من التليفون رانيا نكلمها. طب يا رانيا اتصلت تاني. يا رانيا الو السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبه قلبي. انا بموت فيكي قوي 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 قوي. ربنا يسعد لك قلبك، وانا كمان بحبك قوي قوي. انا اول مره انا بصي بحاول من زمان ان انا اوصل لك. ربنا معلش انا اسفه عشان احنا طول الوقت بيبقى عندنا نوع من الضغط كده على التليفون. حقك على راسي. انت زي القمر النهارده. ربنا يسعدك. كل الاوقات والله. ربنا يسعدك، ربنا يسعدك يا روحي. طب رورو قولي لي، احنا شفنا الكولكشن بتاعها دي. ممكن حضرتك، انا عاجبني قوي البينك في الابيض. الابيض في البينك. وانا كمان عاجبني. طيب بصي يا رورو، انت هتاخدي دلوقتي قسيمه شراء ب 750 جنيه، دي هديه. أوكي. من هديل هتاخديها، هتدي لهديل الفاوتشر وتاخدي اللي انت عايزاه. اوكي اتفقنا. مبروك يا روحي. كده فاضل واحده بس من الثلاث اسامي اللي معانا النهارده من هديل الخطيب. طيب انت احنا كنا لسه بنقول ان احنا استعملنا اللون
المستردة اول مره. دي كانت اول مره. وايه تاني استعملتيه اول مره؟ لا هو المستردة يعتبر الدخيل اللي علينا الوحيد الاحمر كمان، بس انا مش معايا حاجه لونها احمر. طب انا عندي سؤال، الاسود انا مركبه المايكات، هو انا ليه ما بقومش يعني؟ انا مركبه المايكات، انا نسيت خالص. طيب انا بس هو ده عايزه افهم، هو ده المستردة اللي انت كنت بتقولي عليه مظبوط؟ اوكي، ده الاول، ده اول مره انت تستعملي اول الموضوع. مره استخدم. طيب انا بس ده اللي انا عايزه اسال عليه عشان انا خدت بالي ان هو من بعيد، ده قماش صح؟ فرو فرو الوان مختلفه. ليه؟ هو كان السنه اللي فاتت كان ترندي جدا الفرو، وعلى فكره ده من السنه اللي فاتت اصلا ولسه لحد دلوقتي ناس بتحبه. جدا. بس احنا السنه اللي فاتت كنا حاطين عليه بيرلز، السنه دي لسه هعمل لهم فوتنج اشوف، عشان هو لسه يعني هو كان نزل البرودكشن وخلاص وخلص. فهنسالهم بقى في البرودكشن الجديد عايزين بيرلز ولا لا. طب لو انا بقى اللون ده انا مش عايزاه، يعني انا اوكي البيزك ده اوكي والفير ده الاسود اوكي، لكن انا عندي مشكله مع ده، بصي بتغيري لون؟ احنا اصلا كده كده متعودين على فكره ان احنا نعمل سبيشال اوردرز، يعني احنا ساعات بنعمل سبيشال اوردرز مثلا لمامي اند دوتر، ساعات بنعمل مثلا. لا ده انت جدا يا ريهام. الو ازيك يا ريهام؟ ازيك يا رضوى؟ عامله ايه يا روحي؟ الحمد لله كله تمام. انا بحبك قوي قوي قوي. وانا بحبك قوي 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 قوي. كل اللي بتعمليه الدنيا ربنا يسعد، ربنا يسعدكم ويرضيكم يا رب ويخليكم ليا طول الوقت. وليه يا روح اتفرجنا على الكولكشن بتاع هديل؟ كله روعه بصراحه، تحفه صح. كل اللي بتقدميه جميل جدا. انا عجبت. لا هم اللي شطار وجمال وقمر. طب قولي لي ايه اكتر حاجه لفتت انتباهك في الصور اللي احنا كنا لسه عارضينها لها دلوقتي؟ الابيض في بينك جميل قوي، والنيفي وكله جميل بصراحه. الابيض في بينك. طب يا رورو مبروك يا حبيبه قلبي، احنا دلوقتي كسبنا قسيمه شرب 750 جنيه هتاخديهم تديها لها تلاقي اللي انت عايزاه بقى. اتفقنا؟ ايه يا حبيبتي؟ مشتي يا حبيبتي. مبروك يا حبيبه قلبي. اصلا احلى حاجه ان انا اتكلمت معاكي اصلا. ربنا يخليكوا ليا، ربنا يخليك يا رورو، الف مبروك عليك يا حبيبتي. طيب السؤال الاخير. اوكي. موضوع ماذر ودوتر ده اللي هي الام والبنت. انت قلتي ان انت بتقبلي ان انت تعملي سبيشال اوردر او طلبات، بانه انا عايزه اقول لك بكلمك النهارده اقول لك هاتي معلش عشان انا وبنتي عايزين نلبس كذا. لازم يكون الديزاين من عندك ولا انا بجيب وانت بتنفذيه؟ لا لازم يكون من عندي. من عندك؟ وبتعمليها ازاي دي؟ يعني لو هل بيبقى فيه حاجات معينه؟ يعني انت هتقولي لي ايه؟ يعني هقول لك انا وبناتي عايزين نلبس، هتقولي البلوفر ده وده وده وده؟ لا لا اي حاجه عادي جدا، اهم حاجه بس ان انا بيبقى قدامك يعني اختيار من الاثنين، يا اما تديني انت المقاسات بتاعت بنتك مظبوطه، لان انا ببقى عندي كده كده المقاسات، عارفه مقاسات الكبار، لان احنا عندنا اوريدي مقاسات كبار من اكس سمول لحد 3 اكس، فده اوريدي عندنا. أوكي. لكن المقاسات الاطفال هي اللي بتبقى صعبه شويه، لان ممكن يبقى في طفل طويل، طفل قصير، طفل مثلا قصنطوطه وكلبوس شويه، طفل مثلا رفيع شويه وطويل. يعني انا مثلا بنتي، انا عندي بنت فهي صغيره هي صغيره جدا، ويعني هي مثلا مقاسها بيبقى اصغر بكتير من سنها. مع ان هي يعني هي طويله بس ارفع، فاهمه؟ ففي حاجات في الاطفال كده بتبقى بتديني مثلا المقاس بتاعها، او بتجيبيها لي بقى عندنا في الشوروم بنسهلها احنا ناخد لها مقاساتها ونعملها لها. برافو. بس ونقول لك بقى برافو. عايزين انت نورتي النهارده. ميرسي جدا. و برافو، استمري. اكتر حاجه عجبتني لما شفت لما فريق الاعداد وراني الصور بتاعه الكولكشن بتاعك، انه انا حسيت انه انا ممكن البس وانا مش محجبه، والمحجبه ممكن تلبس، والست الكبيره ممكن تلبس نفس الموديل. يعني البناتيت اللي بيتكلموا دلوقتي على البلوفر الابيض اعتقد بالباكت البينك الفير، اعتقد هو ده اللي كانوا بيتكلموا عليه. اعتقد هم بيتكلموا على الابيض الكابيشوفر تقريبا. هو ده، هو هنا، هو ده. هو ده. هو ده اللي هو كمان انتبه. كله متبطن فير من جوه. الميزه عندك انه الديزاين ينفع اللي عندها 16 سنه، واللي عندها 21، واللي عندها 45، واللي عندها 60، ينفع تلبسه هو هو، سواء كانت محجبه او مش محجبه. فحقيقي برافو استمري، نورتينا. ميرسي جدا. ميرسي على الهدايا اللي احنا قدمناها للبناتيت والستات بتوعنا. مشاهداتي اعزائي، كان معانا مش عارفه صوتي فيه النهارده، معانا هديل الخطيب. الكولكشن بتاعها حقيقي عجبني للسبب اللي انا قلته حالا. خليكم معانا، تابعونا وما زلنا معاكم وهي وبس.